عشان تكون صحف القاهرة كلها في استقبال بعثة الأهلي بحفاوة شديدة. هنلاقي أخبار اليوم احتفال أسطوري للبرونزي في الطريق، نسر الأهلي يحلق في سماء العالم، موسيماني يبدأ الاستعداد للمريخ السوداني في رحلة الحفاظ على عرش أفريقيا. وكمان قالت أخبار اليوم العروض الأوروبية في الطريق، الشناوي فارس الفرسان. الأهرام قالت الأهلي يكرم نجوم برونزية المونديال في حفل كبير، 300,000 جنيه لكل لاعب و 125,000 دولار لموسيماني. الخطيب طلب بحصد اللقب القاري العاشر للعودة إلى المونديال، دي قلت لكم العاشرة يا أهلي. وللأهرام معلول أنا لا أعرف الهروب، وسعد سمير بيقول البرونزية هديتنا للجماهير. لم أرى علي معلول متأثر زي ما تأثر من هذه الجملة، لأنها جملة بتطعم شخصية أي لاعب ومصداقيته في الصميم. مش علي معلول بعد كل، هو علي معلول اللي عايز يهرب يهرب في تونس، مش يهرب واحنا بنلعب في بلد محايدة. هيهرب من ايه؟ يهرب من مجد، من يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ هو كان حد هيقول له ازاي باين ميونخ كسب ولا عمل؟ وبعدين هو اداؤه لحد ما خرج كان في اي احراج ليه؟ بالعكس ابدا. فالحقيقه كان غير موفق، وحسنا فعل الكابتن محمد عماره انه اعتذر اعتذار واضح ومباشر وقال يا ريت ما قلت كده، ما كنتش اقصد. طيب المصري اليوم قالت الاهلي صنع السعاده، استقبال شعب للشياطين الحمر والسيسي يهني الابطال بالانجاز. كمان قالت المصري اليوم الاهلي يا ساده تاجر السعاده، السيسي يهني نادي القرن لفوزه ببرونزيه كاس العالم للانديه، استقبال رسمي للفريق في المطار، هتاف خاص للشناوي، الفيفا يحتفي بالاحمر والجماهير، فريق كبير فريق عظيم. بمناسبه الفيفا لمست احترام عميق جدا 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 من انفنتينو للنادي الاهلي، بمجرد الماتش ما انتهى يعني كان حريص ان هو يتدلى من المقصوره علشان يتصور مع طارق قنديل، لا الاول الكابتن خطيب والمجموعه مجلس اداره، بعدين الكابتن طارق قنديل، وبعدين انا وطارق قنديل، يعني مش مثلا وقف اتصور وبعدين راح ماشي. اي حد كان يبص له يقول له استنى، ويروح متصور معاه صوره ليها معنى فيها اوكي تقدير. انا مقدركم جدا جدا يعني. ودي بقى هو دي لما بقول لك في القلب مش في ال طيب مش في اليفط يعني. ما دام انت جيت لليفط، ممثل اتحاد الكره المصري كان المهندس احمد مجاهد، كان مدعو من قبل الفيفا لحضور المباراه، موجود مع انفنتينو وموجود مع حاجه و30 رئيس من رؤساء اتحادات الدول الافريقيه. واضح انه الدعوه من اللجنه المنظمه كانت شامله اسره كره القدم حول العالم لحضور البطوله. احد موظفي الفيفا قال للمهندس احمد مجاهد ده كانت جات لنا شكوى من عندكم من مصر ضدك وضد الاتحاد، بيقول ان انت رفعت ايقاف عن لاعب عشان يشارك. قال لهم لا، اللاعب كان دي كانت توصيه من لجنه من اداره المسابقات اترفعت للمجلس. ليه؟ قال لك اصل هو كان بيقول للحكم يعني كلمني انا كابتن الفريق. فقال الراجل موظف الفيفا قال له طب وهو كابتن الفريق؟ قال له قال له طب وفين المشكله؟ هل تجاوز اكتر من كده؟ حصل تجاوز؟ لا. قال له الحكم ما ادالوش انذار وما كتبش حاجه. الحكم ما قالش حاجه. قال له طب فين المشكله؟ قال له ما فيش مشكله. وبعدين تذكر المهندس احمد مجاهد قال له على فكره الحارس ده هو ده اللي صد. فعجوبه جدا بقى محمد الشناوي قالوا له لا يعني ده حد كويس عظيم وكويس ان انت يعني انصفته. هو لو كنا نتوقف بس للاسف احنا عارف ان هم وروا له موظف الفيفا عرض لاحمد مجاهد الفيديو اللي اتبعت من القاهره لتصريح لاحمد مجاهد لاحدى القنوات بعتوله وروه فرجوه عليه. فبص بص يا استاذ ابراهيم، الموضوع من اساسه انك تختزل الشيء من سياقه. كابتن احمد مجاهد ساعه ما قال ما كانش ممكن نكابر، مفيش خطا واحنا لازم كنا نعدل البتاع لان ما كانش ممكن نكابر، والراجل ده والراجل رايح يلعب في مهمه رسميه مصر محتاجاه فيها او النادي الاهلي محتاجه فيها ممثلا عن مصر. فده الجزء بقيت الجمله، لكن اصلا
انه هو مش ممكن يكابر ايه في الخطا يعني في خطا بيصور ولم يخطئ يعني هذا يعني هو بيقول حصل خطا طب وانا كابر ليه في الخطا وعاقب النادي الاهلي وعاقب فرص النادي الاهلي في كاس العالم الانديه هو هنا كان الخطا المكابره مش انه يرجع لما قالش الجمله الثانيه كان ممكن يقول لك ما كانش ممكن نكابر في الخطا وعافينا عنه انما هو كمان بيقول ايه اللي خلانا مستحيل نقدر نكابر في الخطا انه كمان داخل على حاجه مهمه ما نقدرش ناجلها صحيح الجمهوريه قالت وصل ارقامه المتميزه في المونديال الاهلي صانع السعاده وكمان قالت رئيس الفيفا شكرا للجماهير المصريه لانه فعلا الفيفا كان حاسس ان جمهور الاهلي هو اللي نجح هذه البطوله ادالها الزخم بتاعها صحيح اليوم السابع ابطال الاهلي ثالث العالم للانديه الرئيس السيسي يهنئ النادي الاهلي حقق اداء مشرفا الرئيس الدوله لن تدخر جهدا في دعم ورعايه الرياضه والشباب في كل الالعاب الجماعيه والفرديه باذن الله السيد الرئيس ونشوف اليوم ده قريبا يكرمهم للفوز بهذه البطوله او على الاقل الوصول الى المباراه النهائيه باذن الله احتفالات بالقلعه الحمراء مكافئات خاصه للاعبين والشناوي يقول حققنا الانجاز بفضل الاداء الرجولي في الاخبار المسائي فريق كبير فريق عظيم خبراء الكرة يؤكدون ثبات الشناوي منح الأهلي التفوق وبرونزية المونديال وحماس اللاعبين كلمة السر أيضا في الأخبار المسائي أفراح البرونزية مكافآت خاصة لنجوم الأهلي واحتفالية كبرى بعد الإنجاز المونديالي في جريدة الوطن ليلة برونزية احتفالات ومكافآت في الأهلي بعد حصد المركز الثالث بمونديال الأندية السيسي يهنئ الأهلي بالبرونزية أداؤهم مشرف والخطيب يشيد بالأداء والفيفا ووزير الرياضة يهنئان والفريق يعود ويستعد للمريخ والشناوي للجماهير حان موعد العاشرة في الأخبار أفراح الأهلي تلامس المريخ استعداد جاد لبطل السودان وموسيماني يذاكر بالسيديهات والجمهورية موسيماني يبحث عن رأس حربة مكافآت لاعب الأهلي سوبر ما أنا قلت لحضرتك يعني قبل ما نطلع الفاصل كيف كان الكابتن محمود الخطيب عاكفا على تعديل اللائحة عشان وهما بيدوا له مفاجأة المركز الثالث يديله مفاجأة المكافأة بتاعته